السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصابه العالمي وائل الابراشي بفيروس كورونا اصيب الالامي وائل الابراشي بفيروس كورونا المستجد حيث اعلنت اداره برنامجه التاسعه عدم زوره على الهواء اليوم ولكنه سيجري مداخله هاتفيه ليطمئن المشاهدين عليه ويقدم الابراشي حاليا برنامج التاسعه عقب نشره التاسعه الاخباريه على القناة الأولى المصرية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام بعد أن قدم لعام تقريبا برنامج كل يوم خلفا لعمر أديب على قناة أون سابقا قدم وائل خلفا للإعلامية منى الشاذلي برنامج العاشرة مساء اليومي الذي يبث على قناة دريم وكان مقدما لبرنامج الحقيقة على شاشة قناة دريم اثنين